عقد سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الجمعية العامة 45 للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعا مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. نعم، الاجتماع جاء لإطلاع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على الإجراءات والخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين استعدادا لاستضافة أعمال الجمعية 46 للاتحاد خلال شهر مارس من العام المقبل. واستعرض فخر الجهود العملية التي تقوم بها اللجنة الوطنية المنظمة لاجتماعات الجمعية 46 للاتحاد البرلماني الدولي وبحرصها على تكثيف الاجتماعات واللقاءات التنسيقية مع مختلف المؤسسات والجهات من أجل ضمان نجاح مملكة البحرين في استضافة أكبر اجتماع برلماني دولي. أشاد فخر خلال اللقاء بثقة الاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين لاستضافة الاجتماعات المقبلة للاتحاد، والذي يعد تأكيدا على ما حققته المملكة من تقدم ونمو مشهود في العمل البرلماني والتشريعي.